أسفر فجر اليوم التاسع اللي هيكون يوم الثلاثاء إن شاء الله، يصعدون إلى وادي عرفات، وهو اليوم المشهود وركن الحج الأعظم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وهو النسك المذكور في القرآن الكريم: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. يمكث الحجيج فيه كذلك طيلة النهار، فيصلون مع الإمام صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويستمعون إلى خطبة الإمام أو إمام الحج في منى، ويمكثون في عرفة طيلة اليوم بعد ذلك بين ذكر وتسبيح وتحميد وتهليل ودعاء لله سبحانه وتعالى، ولا عمل لهم سوى ذلك، حتى إذا غربت شمس اليوم التاسع خرجوا من عرفات إلى مزدلفة، وهو واد يقع بين منى وبين عرفات، يخرجون بعد غروب الشمس فيبيتون فيه ليلة العاشر اللي هي ليلة عشرة، ليلة النحر، يبيتون في مزدلفة اللي ربنا سبحانه وتعالى أشار إليه في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام مسجد، هناك اسمه مسجد المشعر الحرام، ولكن الوادي كبير وفسيح، يبيتون فيه ليلتهم حتى إذا ما طلع الفجر صلوا الفجر وانصرفوا إلى منى ليرموا جمرة العقبة الكبرى في يوم العيد اللي هو يوم عشرة، اللي هو اسمه يوم النحر. يذهبون إلى منى فيرجمون جمرة العقبة الكبرى، جمرة واحدة من الثلاث وهي الجمرة الكبرى، وبعد ذلك يتحللون أو يحلقون رؤوسهم وينحرون هديهم ويخلعون ثياب الإحرام ويلبسون الثياب العادية ويتحللون التحلل الأول، أن يحل لهم كل شيء مما كان محرما عليهم وهم محرمون: قص الأظافر، الحلق، التطيب، كل هذه الأمور تحل لهم إلا مجامعة النساء، فلا يكون التحلل الأكبر إلا بعد أن يطوفوا طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة إما أن يطوفها الحاج في اليوم العاشر، وإما أن يؤخرها لطواف الوداع بعد أن ينتهي من أعمال الحج في أيام التشريق. بعد ذلك يبقى يوم التروية هو اليوم الثامن، يوم عرفة هو اليوم التاسع، يوم النحر اللي هو اليوم العاشر، بعد ذلك تبقى هناك ثلاثة أيام اسمها أيام التشريق: اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر. يجوز للحاج أن يتعجل فيقضي اليوم الحادي عشر والثاني عشر فقط، وبعد ذلك ينصرف، كل يوم من بعد الزوال يرمي ثلاث جمرات: الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى. ده عمله طول النهار، وبعد ذلك يمكث في منى يذكر الله ويتعبد ويأكل ويشرب ويبقى في مكانه حتى اليوم الاثناشر، فإن أراد التعجل يخرج من منى قبل أن تغرب الشمس، فإن غربت عليه الشمس قبل أن يخرج من منى وجب عليه أن يبقى في منى حتى اليوم الثالث عشر. واليوم الثالث عشر تنتهي أعمال الحج وينتهي المبيت بمنى، وتنتهي أعمال التشريق، وينزل الحجيج لطواف طواف الوداع، ومن لم يطف طواف الإفاضة يجمعه مع طواف الوداع مرة واحدة، وبعد ذلك يغادرون مكة في أمان الله تعالى، وتكون أيام الحج قد انقضت. فالمناسك والمشاعر ثلاث، والأيام خمس: المناسك الرئيسة أو المشاعر الرئيسة وادي منى وبه الجمرات وبه مسجد الخيف، ثم المشعر الثاني وادي عرفات وبه جبل عرفات وبه مسجد نمرة، ثم المشعر الثالث أو المنسك الثالث وهو مزدلفة وبه المشعر الحرام، وبعد ذلك الأيام بتاعة الحج، هذه الأيام الخمس أو الأيام الست لمن أراد أن يتأخر، وهكذا ينتهي الحج. نسأل الله تعالى القبول من الجميع.